ومثل ما انت شايف بسمعوا موسيقى طول الوقت كرمال لحمهم يكون طري واعصابهم هاديه. طب ليه مش بتشغلوا لهم اغنيه مافيا مافيا مافيا؟ بالبدايه بدي اعرفك على مدير المطعم الاستاذ مراد بيك يلمز. خد ياض يلمز ياض، ده جاي افتتح فطاطر المدينه. اهلا وسهلا فيكم بمطعم كاظم باشا وبنجمنا وضيف الشرف محمد رمضان. دي بتسقف لوحدها، ما حدش سقف معاها. محمد لو سمحت، في عنا هالجست بوك وحضرتك ضيف شرف، بدنا تكتب لنا هيك جمله وبعدين تقري لنا شو كتبت. اخويا وحبيبي وشقي وابن منطقتي كاظم باشا، الف بركه على الفرع الجديد، دوس بقلب جامد وراك رجاله تفوت في الحديد. وهلا بدنا نطلب منك صوره تذكاريه مع لوجو المطعم. ايه ده؟ ايه صباعك في حاجه ولا ايه؟ نبعت ترابيزين؟ انت ليك في اللحمه؟ لحمه؟ عيب يا ابلض، انا بتعشى مخاصي. يعني اي حته من الخروف بتحب؟ انا اضرب كارع واقفل شارع. انت بتحبها ويل دون او جوسي؟ ويل دون نمبر 1، ما ياكلش غير ويل دون. وقبل ما نقعد ناكل بدي اعرفك وفرجيك غرفته لكاظم باشا. كاظم باشا كان راجل اكيل وعنده طقوس خاصه. كان هو بياكل بيلبس الدرع اللي انت لابسه ده. يعني ما بيعرف ياكل بلا ما يتهدهد. يتهدهد؟ يتهدهد يعني زي المرجيحة. بيتهدهد؟ ليه هو عامل الأوضة دي على كبالن؟ ومرجيحة بالتركي يعني قلبان. رمضان في القلبان. ما بيعرف ياكل غير ما يكون عم يتمرجح. كان راجل هوزي وبعد عنك. شو رأيك بالأوضة؟ لا جميلة جدا جدا. أنا بعت لك واحدة على القصر بتاعك. بليز.